كل التحيه ليك كابتن اسلام الشاطر، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. اجواء هامه ومباراه منتظره من ملايين جماهير النادي الاهلي والزمالك، الاهلي والزمالك على استاد برج العرب اليوم في تمام الساعه 7 مساء بحضور 10,000 مشجع، 5,000 للنادي الاهلي و5,000 لنادي الزمالك. ان شاء الله النهارده الجمهورين كالعاده ان شاء الله يكون تشجيع فقط لغير في المدرجات سواء نادي الزمالك وايضا كمان النادي الاهلي، لكن كعادتنا طبعا بنتمنى كل التوفيق النهارده فريقنا فريق النادي الاهلي يكونوا في الموعد. التركيز وشخصيه النادي الاهلي وروح الفانيله الحمراء النهارده بنراهن عليها بشكل كبير تكون متواجده في هذه المباراه، بجانب جمهور النادي الاهلي اللي ما بيكون متواجد في المدرجات الامر بيكون مختلف اداء، وايضا حماس الكبير والتشجيع والمؤازره والمسانده اللي بنشوفها من جمهور النادي الاهلي باذن الله النهارده من اول دقيقه لاخر دقيقه يكون التشجيع فقط لفريق النادي الاهلي ويكون تشجيع مثالي ان شاء الله باذن الله النهارده. الكل يكون مركز. مستر ريني فايلر بعد ما تم اختيار 18 لاعب لهذه المباراه عايز اذكرهم معاك يا كابتن اسلام: الشناوي، شريف اكرامي، محمود متولي، ياسر ابراهيم، علي معلول، محمد هاني، احمد فتحي، عمرو السوليه، حسام عاشور، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشه، مروان محسن، صلاح محسن، وليد سليمان، رمضان صبحي، جونيور اجاييه، جيرالدو وحسين الشحات. تم استبعاد نقدر نقول 6 لاعبين من القائمه اللي كانت متكونه من 24 لاعب فور الوصول هنا في الاسكندريه. يمكن مستر ريني فايلر تم استبعاد كل من علي لطفي، صالح جمعه، احمد الشيخ، محمود وحيد، رامي ربيعه، واليو ديانج. يمكن كنا متفائلين ان يكون رامي ربيعه متواجد في هذه المباراه سواء على دكه البدلاء او يكون مشارك بشكل اساسي، لكن اكيد رؤيه فنيه وطبيه للجهاز الفني في محافظه اكيد على رامي رغم يمكن جاهزيته امس واول امس في التدريبات، لكن اكيد رؤيه فنيه تحترم لمستر ريني فايلر اللي بنتمنى النهارده يكون موفق في اختيار التشكيل. تشكيل النهارده يكون امثل، يكون كل اللعيبه النهارده تكون مركزه. انا عارف يمكن المجهود الكبير اللي بيبذل والاصرار والجد دي اللي بنشوفها في تدريبات النادي الاهلي، اي لعيب هيكون متواجد ان شاء الله يؤدي الدور المطلوب وباذن الله يسعد كل جمهور النادي الاهلي. يمكن اللعيبه او 6 لاعبين اللي انا ذكرتهم معاك يا كابتن اسلام تم تحديد تدريب ليهم هنا في الاسكندريه الساعه 3 عصرا، يمكن ده امر جديد شويه بنشوفه. كالعاده طبعا بيكون المستبعدين بيكون التدريب خفيف جدا في الملعب او عقب انتهاء المباراه بيبقى في جري بسيط جدا، وكمان اللعيبه مستمره هنا حتى مباراه سموحه، لكن يمكن فكر جديد لمستر ريني فايلر المدير الفني. ان شاء الله باذن الله كل الامور وكل الاجواء تكون مهيئه لفريق النادي الاهلي اليوم. في اللحظات خلاص اللي انا بكلمك فيها كابتن اسلام لعبتنا خلاص متوجهه الى استاد برج العرب، لعيبه نادي الزمالك متواجده في نفس فندق الاقامه، صلاه الجمعه جمعت بين الفريقين، اجواء كلها يمكن روح رياضيه كبيره جدا، لعيبه طبعا لعبتنا في المنتخب ولعيبه نادي الزمالك ايضا كمان في منتخبنا الوطني، الامور كلها داخل فندق الاقامه امور طيبه، المنافسه بتتصب ايضا في المستطيل الاخضر، يعني داخل المستطيل الاخضر بتكون منافسة ومنافسة شريفة بين الفريقين، لكن إن شاء الله بإذن الله دعوات كل جمهور النادي الأهلي ومساندتهم النهاردة إن شاء الله تحسم اللقب ونشوف كابتن حسام عاشور النهاردة بيرفع لقب السوبر رقم 11 في تاريخ النادي الأهلي في استاد برج العرب. عودة لك كابتن إسلام. طيب نتمنى يا رب إن شاء الله إن احنا نشوف مباراة تليق